وفي نفس الورقة سابقة تكثر في هذه الأيام مباريات كرة القدم وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية ولا تشجيع وإنما للترويح فقط عن النفس؟ الذي ظهر من أعمال كرة القدم أنها مشغلة عن الخير، مشغلة عن الصلوات الجماعة، وكان الذي ينبغي تركها لو صينت وكان في أوقات قليلة ومعها ضبط العورات وصناعة العورات وإقامة الصلوات، لو كان هذا مضبوطا لكان الأمر أسهل، لكن مع ما يشاهده الناس من الشغل بها والفتنة بها وتضييع الصلوات من المشاهدين واللاعبين، فالذي نعتقده أن هذا العمل محرم ومنكر ولا يجوز فعله أبدا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من المسلمين، لأن فعلهم هذا أفضى بهم إلى شر عظيم. شغلوا الناس في الإذاعات، شغلوهم في التلفاز، شغلوهم في الأوقات وضيعوا الصلوات، وكثير منهم يلبسوا لباسا يبدي عورته يبدي فخذيه يفتن الناس به، وكل هذا من المنكرات التي لا مبرر لها. فالحاصل ان كره القدم التي يفعلها الناس اليوم شرها عظيم وخيرها معدوم، وان كان فيه خير فهو قليل جدا من جهه النشاط واعتياد القوه، مغبور هذا الخير القليل في جنب الشر الكثير. فالذي يعتقد اليوم ان فعلها محرم وانها منكر إلا إذا التزم أهلها بالستر وحفظ الأوقات وإقامة الصلوات في وقتها، وصار لعبها في وقت خاص محدود لا يتجاوزه إلى أن يضيعوا به الصلوات إما المشاهدون وإما اللاعبون وإما الجميع. هذا الواقع نسأل الله السلامة. يا شيخ متعرين عرب شديد غفر الله لك. الله يهديه، الله يرد الصلوات. تكتبونهم يا شيخ أو اللهم استعان كم كتب الله المستعان. نقدم الأسباب، لم يطلق الأمر هكذا، قد بدأ فيه الأسباب، لكن نسأل الله لنا وله.